هنا نحو التوحيد. ما الذي يجب علينا نحو التوحيد؟ إذا عرفنا أن التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها وأهم المطالب وأعظمها، إذا عرفنا ذلك ما الواجب علينا نحوه؟ أطرح هذا التساؤل على كل واحد يستمع إلى هذا اللقاء ويتأمل معنا في ويشارك معنا في هذا الموضوع المهم، التوحيد ما الواجب علينا نحوه؟ هذا سؤال مهم وعظيم للغاية. ما واجبنا نحو التوحيد؟ نحن عرفنا معاشر الإخوة الكرام أن التوحيد أهم مطلب وأجل غاية، فما الذي يجب علينا نحوه؟ ما هي الأمور التي يجب علينا نحوه؟ هذا السؤال عظيم وكبير ومهم جدا. وأقول جوابا على هذا السؤال أن الواجب علينا نحو هذا التوحيد الذي خلقنا لأجله، بل الواجب علينا نحو كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به سبعة أمور، وآمل من الجميع أن يضبطوها واحدا واحدا، وسأتحدث عنها بلا إطالة تداركا أو كسبا للوقت. أولا الواجب الأول أن نتعلمه، الواجب الأول أن نتعلمه. أي أمر أمرنا الله به؟ وأعظم الأوامر هو توحيد الله، أمرنا الله بالتوحيد وأمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، أمرنا ببر الوالدين إلى غير ذلك من الأوامر. أول واجب علينا نحوه أن نتعلمه، وهذه هي البداية، ويبدأ بالعلم والتعلم قبل كل شيء، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة، كان كل يوم يقول بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه دعوة كان يدعو بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل يوم. وهذه الدعوة لو تأملت هي في الحقيقة إضافة إلى كونها دعوة واستعانة بالله، هي في الحقيقة تحديد لأهداف المسلم في يومه، تحديد لأهداف المسلم في يومه. أنا تأملت في هذا الأمر ونظرت في هذا الحديث، لما تتأمل تجد أن المسلم ليس له في يومه إلا هذه الثلاث أهداف. صحيح، لا يخرج عنها أبدا. يعني أهداف المسلم في يومه هي هذه الأهداف الثلاثة، ليس له في يومه إلا هذه الأهداف الثلاثة. أنا أسألكم الآن، يعني هل يحضركم هدف ثالث للمسلم في يومه خارج عن هذه الثلاثة؟ فهذه الأهداف الثلاثة هي أهداف المسلم في يومه: العلم النافع، الرزق الطيب، العمل الصالح. وكان عليه الصلاة والسلام يوميا إذا صلى الصبح بعد أن يسلم كما تقول أم سلمة يدعو بهذه الدعوة. بماذا بدأ؟ بالعلم. وهذا يدلنا على أن أولويات المسلم وفي مقدمة اهتمامه في يومه بل في كل أيامه البدء بالعلم، العلم قبل العمل وقبل القول وقبل الكسب، لأن لا يمكن أن تأتي بالعمل الصالح ولا بالقول السديد ولا بالكسب الطيب إلا إذا كان عندك علم. إذا لم يكن عندك علم لا تستطيع أن تميز بين علم، بين عمل صالح وغير صالح، ولا بين قول سديد وغير سديد، ولا بين رزق طيب أو رزق خبيث. فالعلم هو الذي يميز للإنسان الخبيث من الطيب والحق من الضلال والباطل. إذن أول ما نبدأ، أول واجب علينا نحو التوحيد أن نتعلمه، وهذا أمر الله لنا في القرآن، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أمر بتعلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا نظرت إلى واقع كثير من الناس تجد أنهم في غفلة عن تعلم التوحيد، في غفلة عن تعلم التوحيد،
وعن الاهتمام به والعناية به. ربما أن بعض الناس يهتم بأمر من الأمور يتعلمه ويتفقه فيه ويبرع فيه ويشار إليه فيه بالبنان ولم يعط التوحيد من لحظاته ولا قليلا يتعلم. هذه مصيبة، يعني خلقك الله عز وجل لهذا التوحيد ثم تبرع في أمور وأنت غافل عن التوحيد الذي خلقك الله لأجله، لا تتعلمه ولا تسأل عنه ولا تبحث عنه ولا تتفقه فيه، فهذه مصيبة عظيمة. إذن الواجب تعلم، أول واجب نحو التوحيد أن نتعلمه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الواجب الأول. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو في الحقيقة خدمة لكل مسلم وتيسير لكل مسلم وإعانة لكل مسلم أن يتعلم التوحيد واضحا بينا مدعما بالأدلة والشواهد من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولعل هذه أيضا يتضمن دعوة للمواصلة والاهتمام في الدراسة والتعلم والعناية بهذا العلم المبارك، وألا يستمر الإنسان في غفلة إلى أن يدهمه الموت وينتقل من هذه الحياة وقد خرج ويكون والعياذ بالله خرج من الحياة ولم يعرف أغلى شيء فيها. يكون خرج من الحياة ودع هذه الحياة الدنيا وأغلى شيء في هذه الحياة هو توحيد الله ما تعلمه، وهذه أكبر المصائب، أكبر المصائب أن يودع الإنسان الحياة الدنيا ويغادر هذه الحياة وأغلى شيء في هذه الحياة. أنا لا أعلم شيء في هذه الحياة أغلى من التوحيد، من التوحيد الذي خلقنا جل وعلا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني أن نحبه، نحب التوحيد، أن نحب الذي أمرنا الله به، وأعظم الأوامر التوحيد. فأنت السبع النقاط التي ستحدث عنها هي لا تختص بالتوحيد، هي كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به يجب علينا نحوه سبعة أمور، والتوحيد هو أعظم أمر، التوحيد هو أعظم أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فإذا الأمر الأول أن نتعلمه، الأمر الثاني أن نحبه. فكل شيء يأمرك الله به، وأعظم شيء أمرك الله سبحانه وتعالى به هو التوحيد، فكل شيء أمرك الله به تحبه وتجاهد نفسك على وتجاهد قلبك على عمارته بمحبة ما أمرك الله به. والله لا يأمرك إلا بما فيه سعادتك وفلاحك ورفعتك في الدنيا والآخرة. فكيف لا يحب الإنسان ما فيه سعادته ما فيه فلاحه؟ وانظر اللفتة الكريمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد عندما كان يمشي في فجاج مكة وينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني فلاحكم في هذا التوحيد، سعادتكم في هذا التوحيد، رفعتكم في الدنيا والآخرة في هذا التوحيد. فإذا هذا الأمر الذي فلاحنا وسعادتنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة علمنا، وعلمنا أمر الله لنا به، وعلمنا أيضا فضله ومكانته، نحبه ونعمر قلوبنا بمحبته. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله، تحب الله وتحب أنبياءه وتحب دينه وتحب ما أمرك سبحانه وتعالى به، ولا تجد في قلبك حرج، لأن هذا خير لك ورفعة وسعادة في الدنيا والآخرة، حتى لو ظهر في ظاهر المشقة والتعب، حتى لو نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة المكارم، يعني حتى لو كان أمر فعلا، يعني الصلاة الآن، الصلاة عندما ينادي المنادي لصلاة الفجر حي على الصلاة، حي والجو شاتي والماء بارد، أحب ذلك وادخل وأنت فرح محب مغتبط، لأن هذا أمر لك فيه فلاحك فيه سعادتك. أليس المنادي للصلاة في كل صلاة يقول حي على الفلاح؟ بلى، أن فلاحك. إذن كيف لا تحب ما فيه فلاحك؟ كيف لا يحب الإنسان ما فيه فلاحه ما فيه سعادته؟ إذن هذا الواجب الثاني
أن نحب ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأعظم الأوامر التوحيد، فنحب التوحيد. جميل. بعض الناس، ولا بد أن نشير لهذا، بسبب الأهواء، بسبب دعاة الباطل، بسبب إثارة يعني الشبهات، تجد نفسه قد تنقبض من التوحيد، أو تنقبض من أوامر الله سبحانه وتعالى بسبب ما اكتنفته هو من شبهات. إذن الواجب أن أطرح كل شيء وكل أمر يخالف ما أمرني الله جل وعلا، ولا أجد وحشة ولا أجد حزازة، لأنني إن نميت في نفسي هذه الوحشة وهذه الحزازة أو نحو ذلك، سأجد قلبي منقبض عن أبواب الخير وأبواب السعادة، مثل ما قال الله عز وجل عن الكفار والعياذ بالله، أنه عند ذكر التوحيد تشمئز قلوبهم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت القلب. يجب أن يحبه فقلب هذا المريض يشمئز، فالإنسان لا بل ينشرح ويفرح ويغتبط ويحب ويقبل على أمر الله جل وعلا له. نأتي الآن إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث، علمنا وأحببنا نعزم في قلوبنا على فعله. والعزم هو حركة في القلب، حركة في القلب لفعل هذا الشيء. إذن أنا أتعلمه، أول ما أبدأ أتعلمه ثم أحبه ثم أجعل في قلبي حركة وإرادة وعزم، أعقد العزم في قلبي على فعل هذا الأمر. هنا لما يأتي الإنسان ليدخل في التوحيد وقد كان ضالا عنه ومنحرفا، وربما كان في عبادات باطلة وفي أهواء منحرفة، عندما يحب هذا الأمر بسماعه لحديث عنه وبيان لفضائله، ويتحرك قلبه عزما على فعله، يتحرك قلبه عزما على فعله، يأتيه في قلبه بسبب الحياة التي عاشها والأهواء التي اكتنفته، يأتيه في قلبه خوف من التغير. يقول أنا الآن إذا عزمت على فعل هذا الأمر قد تتغير دنياي، فيتردد، أي قد أفقد كذا، قد تصيبني هذه التي أنا متعلق بها وارتبطت بعبادتها أو سؤالها أو الخضوع لها، قد تصيبني بشيء. أرأيت الآن ماذا قال الكفار لي؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني يقول أخشى إن عزمت الآن تتغير حياتي، ربما الشيطان يأتيه ببعض الأشياء وبعض الأمور التي تجعله ينهزم وربما ينكص عن فجد. سبحان الله، علم وأحب وعزم على الفعل، ثم انفرط منه الأمر وذهب ذلك العزم بسبب ما احتوى أو اكتنف قلبه من أمور صدته عليه. إذن يعزم الإنسان، علمت وأحببته عزم، لا تتردد. جميل. ليش تتردد؟ ولماذا تفكر في هذا أو ذاك؟ ولماذا خلاص هذا أمر علمته وأحببته وعرفت صحته وسلامته، لماذا تتردد؟ اعزم وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، العمل. علمت وأحببت وعزمت في قلبي على فعله، أعمل. تطبيق العمل. إيه، أعمل، أبدأ أعمل بالتوحيد، أخلص الدين لله، أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أخصه جل وعلا بالطاعة، لا أدعو غيره، لا أسأل غيره، لا أستغيث بغيره، لا أصرف شيء من العبادة لغيره، أجعل العبادة خالصة له جل وعلا وحده، لا شريك له في شيء منها، ووحده في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته، وأعمل بالتوحيد وأقبل على أمور التوحيد وتفاصيل التوحيد وأفراد العبادة، وأعمل بها طاعة لله سبحانه وتعالى مقبلا عليه جل وعلا.
إذن هذا الأمر الرابع الذي هو العمل. لاحظ هنا أن بعض الناس قد يحب قد يعلم وقد يحب ويعزم ثم لما يأتي لبعض للأمر الرابع وهو العمل يقول ماذا يقول عني الشيخ فلان وماذا يقول عني الناس لو رأوني مثلا تركت كذا، فتجده يمتنع بعد أن أحب وعلم وعزم. لاحظ هذه المقدمات المهمة التي وجدت فيه، ثم يأتي إلى مرحلة العمل ويريد أن يعمل وربما يبدأ فعلا بالعمل ثم يتوقف يقول ماذا يقول عني الناس، وتجده يمتنع ويقول لا أنا على طريقة الشياخي، أنا على طريقة مثلا أهل بلدي، أنا على الشيء اللي نشأت عليه. الآن أنا أسمع، ربما سمعت أيضا بعض الذين يدعون إلى الإسلام، تجده يعرف بالإسلام ويقتنع أنه صحيح ثم يقول لا أسلم، يقول لا إيش أقول لمن حولي، ماذا أقول لأهلي لأولادي لجماعة، أنا خاف منهم. يقول أنا مقتنع. اليوم أنا أحد الأشخاص حدثني بمثل هذا وسمعت مثل هذا كثير، اقتنع يعني شخص عنده بالإسلام وعرف أنه دين صحيح لكن يقول إيش موقفي من الله، فتجده يمتنع عن العمل بعد أن علم وبعد أن أحب وبعد أن أزم، تحركت إرادة الأزم ثم يمتنع، هذه عقبة أمامه نسأل الله العافية. فيمتنع عن العمل، يقول يخاف أن يطلع عليه من يعظمه، يخاف، وانتبهوا لهذه الكلمة، يخاف أن يطلع عليه من يعظمه من الناس، لكن رب العالمين حق بالتعظيم، أي رب العالمين الذي خلقك وأوجدك تخشى الناس ولا تخشاه، تراقب الناس ولا تراقبه، تخاف الناس ولا تخافه، هذه بلية عظيمة. إذن نأخذها متدرجين، علمنا وأحببنا وعزمنا وعملنا، هذه الرابعة. نأتي للخامسة، أن نأتي أو نوقع العمل خالصا صوابا، ما هو كل عمل يصلح أو يناسب، وإنما العمل الذي يعني هو العمل الصالح المقبول عند الله ما كان خالصا صوابا. إذا نوقع العمل خالصا لله وصوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل رحمه الله في معنى هذه الآية أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فنوقع العمل خالصا لله وصوابا على السنة. لاحظ هنا أيضا في الأوامر عموما حسب التدريج الذي مشينا عليه، قد يأتي الإنسان بالمراتب الأربعة ثم يأتي للناحية العملية فيعمل بأمور حتى أيضا هذه الأمور يجعلها خالصة لله لكنها ليست على شرع. يعني مثلا إنسان يذكر الله جل وعلا بأذكار مبتدعة وأدعية محدثة ليس فيها شرك وليس فيها يعني مخالفة للإخلاص، لكن فيها مخالفة السنة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا وأحببنا وعزمنا وعملنا نوقع العمل خالصا صوابا، نعم نوقع العمل خالصا صوابا. نأتي إلى الأمر السادس وهو أن نحذر من محبطاته. جئنا بهذه المراتب نحذر من محبطات التوحيد ومبتلاته، وأيضا نحذر من الأشياء التي تنقصه وتنقص كماله. ولهذا التوحيد له نواقض وله إيش نواقص، له نواقض
تفسده تماما وتجتثه من أصله تذهبه من أصله، وله نواقص تنقص كماله الواجب. وكتاب التوحيد الذي نحن بصدد دراسته بين فيه مؤلف رحمة الله عليه التوحيد بأدلته، وبين فضله وبين حقيقته، ثم أيضا عرج على ذكر النواقض والنواقص لماذا؟ حتى نحذر منها. إذن نحن مطالب منا جهة الأمر إذا أتينا بالأمور السابقة الخمسة أن نحذر من أي شيء يبطله. جميل. يأتي هنا السؤال أطرحه وأجيب عنه إجمالا وسيأتي عنه الجواب المفصل فيما بعد، كيف نحذر مما يحبطه؟ كيف نحذر مما يحبط؟ نحن الآن نتحدث عن التوحيد، كيف نحذر مما يحبط التوحيد؟ كيف نحذر مما يحبط التوحيد؟ عرفنا أن التوحيد له محبطات، له نواقض، له نواقص، ولا يتسنى لأحد أن يحذر منها إلا إذا عرفها. صحيح. وإلا كما قال قديما أحد السلف، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وكثير من الناس يبتلى بأمور يفعلها تنقض توحيده أو تنقص توحيده وهو لا يعلم، وربما أدخلت عليه بمسميات صحيحة لكن سموا له الشيء بغير اسم، مثل يسمون بعض الشركيات توسل، أو يسمونها شفاعة، أو يسمونها بأسماء أخرى، فتجده يفعل الشرك الصراح، وإذا قلت له ماذا تفعل يقول أتوسل أو أستشفع أو نحو ذلك. فالمسميات لا تغير الحقائق. جميل. إذا نحذر المبطلات، وسيأتي في هذا الكتاب بيان للمبطلات، للمبطلات التوحيد، وأيضا للأمور التي تنقص التوحيد، وهذا من الأهمية بمكان أن يتعلمها المسلم حتى يحذر منه. إذا نحن مطالب من كل مسلم أن يعرف الشرك، لماذا؟ حتى يحذر منه ويتجنبه. يقول القائل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. يقول حذيفة بن اليمان كما في صحيح البخاري، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. وكثير من الناس يبتلى بوقوع في بعض النواقض أو النواقص لتوحيده بسبب جهله وعدم تعلمه. إذن هذا الأمر السادس، أن نحذر من المبطلات. السابع والأخير هو الثبات على هذه الأمور والاستقامة عليها إلى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، فتثبت على هذا الأمر. والله عز وجل لما ذكر آية التوحيد في ذلك المثل العجيب في سورة إبراهيم ذكر عقبه أمر الثبات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه كلمة التوحيد، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتفكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيثبت الإنسان ويستقيم على الأمر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آيتان في كتاب الله. والرجل في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فيستقيم الإنسان على هذا الأمر إلى أن يتوفاه الله. إذن هذه الأمور السبعة هي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. وأعيد ثانية، ليست هذه الأمور السبعة خاصة بالتوحيد، بل هي تتعلق بكل أمر أمرنا الله به، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، أي أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به يجب علينا نحوه هذه الأمور.